السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناة وصفتنا اسما للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي لتبييض بشرة الوجه بامتياز ومن أول استعمال. الوصفة كذلك ستخلصك تماما من مشكل البقع الداكنة والتصبغات، وأيضا إذا كنت تعانين من مشكل الكلف فهي جد مفيدة وفعالة للتخلص تماما من مشكل الكلف، وخصوصا الكلف ما بعد الولادة. فهذه الوصفة كذلك ستساعدك على التخلص تماما من مشكل جفاف بشرة الوجه وشده تماما، والتخلص من التجاعيد المبكرة. كمكون أول ستحتاجين عزيزتي إلى النشا أو دقيق الذرة أو الميزنة. فدقيق الذرة أو الميزنة فهو جد مفيد وفعال للبشرة أي بشرة الوجه، فهو يعطي لمعان وكذلك بياض ناصع من أول استخدام. بالإضافة إلى ذلك فهو يقضي تماما على مشكل البقع الداكنة والتصبغات. ستحتاجين كمقدار من النشا أو دقيق الذرة في هذه الوصفة الفعالة لتبييض الوجه إلى 2 معالق كبيرة من دقيق الذرة أو المايزينا. أما المكون الثاني فأنا أعتبره من المكونات السحرية لتبييض الوجه، وهو السدر. نعم، فالسدر من المكونات الرائعة جدا والفعالة للتخلص تماما من مشكل البقع الداكنة والتصبغات، فهو سيساعدك عزيزتي كثيرا على التخلص تماما من مشكل سواد البشرة. سيعطيك نعومة ولمعان من أول استخدام فقط لهذه الوصفة، ستحصلين على نتائج رائعة جدا. تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق السدر في هذه الوصفة للتخلص تماما من البقع الداكنة وتوحيد لون بشرة الوجه. أما باقي المكونات فهي عبارة عن زيوت رائعة جدا لتوحيد لون البشرة وكذلك شد البشرة والتخلص من البقع. هنا لدينا زيت الليمون، فهو رائع جدا للتبييض والتنعيم وكذلك لمحاربة مشكل جفاف البشرة، وخصوصا السيدات اللواتي لديهن بشرة جافة، فزيت الليمون مفيد جدا للترطيب والتنعيم وكذلك لتوحيد لون البشرة. ستحتاجين كمقدار من زيت الليمون في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الليمون. أما المكون الأخير فهو زيت شجرة الشاي، فهذا الزيت رائع جدا جدا لعلاج الكلف وكذلك شد بشرة الوجه، ولهذا فهو جد رائع ومفيد جدا للتخلص تماما من مشكل التجاعيد المبكرة. زيت شجرة الشاي أيضا من الزيوت الرائعة جدا التي ستخلصك تماما من مشكل عدم توحيد لون البشرة، وكذلك ستحافظ على رطوبة البشرة لفترة من الزمن. ستحتاجين كمقدار من زيت شجرة الشاي في هذه الوصفة الرائعة جدا لتبييض وتوحيد لون البشرة وكذلك تبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة إلى ملعقة كبيرة كذلك من زيت شجرة الشاي. بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة الرائعة لتبييض الوجه والتخلص تماما من البقع الداكنة والتصبغات، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفتنا اسمان، فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ إناء مناسب تضعين فيه دقيق الذرة أو المايزنا وكذلك مسحوق السدر الناعم جدا، وبعد ذلك كخطوة ثانية تقومين بإضافة زيت شجرة الشاي وكذلك زيت الليمون. تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تحصلي على كريم ناعم جدا،
وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال. فيما يخص طريقة استخدام هذه الوصفة، فكل ما عليك هو تطبيقها على بشرة الوجه بالكامل والرقبة كذلك، ثم تقومين بتركها حتى تجف تماما. ستستغرق منك لمدة 30 دقيقة تقريبا، وبعد ذلك تقومين بغسل وجهك جيدا باستخدام الغسول الخاص بك، الغسول اليومي الذي تقومين بغسل بشرة الوجه به. ويمكنك تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، فهي كافية ورائعة جدا جدا لتوحيد لون البشرة وكذلك شدها للتخلص من التجاعيد وأيضا علاج مشكل الكلف. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. شكرا عزيزتي على المتابعة، ودمتم في رعاية الله. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. السلام عليكم أيتها الرائعات، معكم أميمة على قناة وصفة نسمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وصفتنا لهذا اليوم فهي لتبييض بشرة الوجه بامتياز ومن أول استعمال. الوصفة كذلك ستخلصك تماما من مشكل البقع الداكنة والتصبغات، وأيضا إذا كنت تعانين من مشكل الكلف فهي جد مفيدة وفعالة للتخلص تماما من مشكل الكلف، وخصوصا الكلف ما بعد الولادة. فهذه الوصفة كذلك ستساعدك على التخلص تماما من مشكل جفاف بشرة الوجه وشده تماما، والتخلص من التجاعيد المبكرة. كمكون أول ستحتاجين عزيزتي إلى النشا أو دقيق الذرة أو المايزينا. فدقيق الذرة أو المايزينا فهو جد مفيد وفعال للبشرة أي بشرة الوجه، فهو يعطي لمعان وكذلك بياض ناصع من أول استخدام. بالإضافة إلى ذلك فهو يقضي تماما على مشكل البقع الداكنة والتصبغات. ستحتاجين كمقدار من النشا أو دقيق الذرة في هذه الوصفة الفعالة لتبييض الوجه إلى 2 معالق كبيرة من دقيق الذرة أو المايزينا. أما المكون الثاني فأنا أعتبره من المكونات السحرية لتبييض الوجه، وهو السدر. نعم، فالسدر من المكونات الرائعة جدا والفعالة للتخلص تماما من مشكل البقع الداكنة والتصبغات، فهو سيساعدك عزيزتي كثيرا على التخلص تماما من مشكل سواد البشرة. سيعطيك نعومة ولمعان من أول استخدام فقط لهذه الوصفة، ستحصلين على نتائج رائعة جدا. تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق السدر في هذه الوصفة للتخلص تماما من البقع الداكنة وتوحيد لون بشرة الوجه. أما باقي المكونات فهي عبارة عن زيوت رائعة جدا لتوحيد لون البشرة وكذلك شد البشرة والتخلص من البقع. هنا لدينا زيت الليمون، فهو رائع جدا للتبييض والتنعيم وكذلك لمحاربة مشكل جفاف البشرة، وخصوصا السيدات اللواتي لديهن بشرة جافة، فزيت الليمون مفيد جدا للترطيب والتنعيم وكذلك لتوحيد لون البشرة. ستحتاجين كمقدار من زيت الليمون في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من زيت الليمون. أما المكون الأخير فهو زيت شجرة الشاي، فهذا الزيت رائع جدا جدا لعلاج الكلف وكذلك شد بشرة الوجه، ولهذا فهو جد رائع ومفيد جدا للتخلص تماما من مشكل التجاعيد المبكرة. زيت شجرة الشاي أيضا من الزيوت الرائعة جدا التي ستخلصك تماما من مشكل عدم توحيد لون البشرة، وكذلك ستحافظ على رطوبة البشرة لفترة من الزمن. ستحتاجين كمقدار من زيت شجرة الشاي في هذه الوصفة الرائعة جدا لتبييض وتوحيد لون البشرة وكذلك تبييض الوجه والتخلص من البقع الداكنة إلى ملعقة كبيرة كذلك من زيت شجرة الشاي.
بعد تعرف عزيزتي على مكونات الوصفة الرائعة لتبييض الوجه والتخلص تماما من البقع الداكنة والتصبغات، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان فالمرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك في هذا الفيديو، أكون شاكرة لك أختي الكريمة كثيرا. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو أخذ إناء مناسب تضعين فيه دقيق الذرة أو المايزنا وكذلك مسحوق السدر الناعم جدا، وبعد ذلك كخطوة ثانية تقومين بإضافة زيت شجرة الشاي وكذلك زيت الليمون. تقومين بخلط المكونات جيدا حتى تحصلي على كريم ناعم جدا، وبعد ذلك تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال. فيما يخص طريقة استخدام هذه الوصفة فكل ما عليك هو تطبيقها على بشرة الوجه بالكامل والرقبة كذلك، ثم تقومين بتركها حتى تجف تماما، ستستغرق منك لمدة 30 دقيقة تقريبا، وبعد ذلك تقومين بغسل وجهك جيدا باستخدام الغسول الخاص بك، الغسول اليومي التي تقومين بغسل بشرة الوجه به، ويمكنك تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع، فهي كافية ورائعة جدا جدا لتوحيد لون البشرة وكذلك شدها للتخلص من التجاعيد وأيضا علاج مشكل الكلف. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم، شكرا عزيزتي على المتابعة ودمتم في رعاية الله.